ابھی حدیث قضاء کے لیے علامہ ضمیر الحسن صاحب آئیں گے. ضمیر الحسن صاحب صلوات بر محمد و آل محمد. کافی سارے حضرات تشریف فرمائے, بل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزهراء السلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة السلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة السلام الله عليها فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة السلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلالا وكان البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نهو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماتی تو ناول کے سا وکل تو السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ اتازن لینا کون ما کم تاتل کے سا کال و علیک السلام یا بنتی و یا بزعتی قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرفي الكساء واوما بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لحمي ودمهم دم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن اعداهم ومحب لمن احبهم منهم مني وانا منهم فجعل صلواتك وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَعَذِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين ولي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وفاض شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مغموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا
وَكَذَلِكَ شِيَتُنَا فَاضُ وَسُهِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. صلوات بر